في الجزائر خرج المئات من أعوان الحماية المدنية في مسيرة سلمية انطلقت من ساحة أول مي وسط العاصمة متجهين إلى مقر المديرية العامة للجهاز في منطقة حيدرة. ووسط انتشار أمني مكثف حاول رجال الشرطة تفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع، لكن ذلك لم يوقف تحرك المحتجين، ويطالب المحتجون بالإسراع في تحقيق انشغالاتهم المهنية واجتماعية، وأبرزها حصولهم على منحة العدوى بأثر رجعي وإعادة إدماج الموظفين المفصولين، كما عبر المحتجون عن رفضهم لتمثيل النقابة المعتمدة. من الجزائر ينضم إلينا مراسل الحدث عبد القادر خربوش. مساء الخير عبد القادر، إذن إلى أين وصلت هذه المسيرة الاحتجاجية والمطالب التي رفعت، وأيضا كيف تعامل الأمن معها اليوم؟ مساء النور. إذن الحركة الاحتجاجية لأعوان الحماية المدنية لا تزال متواصلة في محيط مقر المديرية العامة لهذا الجهاز التابع لوزارة الداخلية المتواجد في أعالي العاصمة، بالضبط في بلدية حيدرة. بعد أن نجح الأعوان المشاركون في هذه المسيرة ويقدر عددهم بالمئات، بعد أن نجحوا في تخطي مختلف الحواجز الأمنية والوصول إلى مقر المديرية العامة، وهم الآن معتصمين في يعني مقابل هذه المديرية ويرفعون مطالبهم بين الفينة والأخرى وسط تواجد أمني كثيف جدا. مسار هذا الاحتجاج يعود إلى أسبوعين منذ بدئه في الولايات في مختلف المراكز الجهوية، كانت وقفات لتتحول اليوم إلى مسيرة وطنية دعا إليها المحتجون، والتقوا في وسط العاصمة الجزائرية في ساحة أول ماي صباح اليوم، ومن هناك انطلقوا في مسيرة باتجاه أعالي العاصمة. في البداية كان ربما الاتجاه صوب قصر المرادية، القصر الرئاسي، لكن قوات الشرطة لم تسمح لهم باجتياز تلك الحواجز، واستخدمت حتى القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين من أعوان الحماية المدنية الذين كانوا يرتدون يعني الزي الرسمي لهذا الجهاز، فقاموا بتحويل مسار المسيرة نحو بلدية حيدرة، ونجحوا في الوصول مثل ما قلت إلى مقر المديرية العامة. فيما يتعلق بالمطالب التي يرفعونها هي مطالب مهنية اجتماعية، بالتحديد يطالبون برفع الأجور التي يقولون بأنها لم تعد تكفي يعني تلبية مطالبهم الشهرية، في حين أيضا يطالبون بصرف منحة العدوى التي تم إقرارها منذ سنة 2012 لكنها لم تدخل حيز الخدمة بعد، حسب بعض الذين حاورناهم، لأسباب إدارية محضة داخل المديرية العامة للحماية المدنية. أيضا رددوا شعارات تطالب برحيل القيادة الحالية للنقابة التي تمثلهم في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويبدو أنهم سيتجهون ربما نحو تشكيل تنسيقية أو شيء من هذا القبيل للضغط على السلطات من أجل الاستجابة لمطالبهم. في حين يعني لا دعم عبد القادر لهذه التظاهرات من قبل النقابة الخاصة بالحماية المدنية أو بموظفي الحماية المدنية؟ هي لم تدعو إلى الإضراب وتبرأت منه مثلما صرح أحد ممثلي النقابة، نقابة الأعوان الحماية المدنية، للتلفزيون الحكومي قبل 3 أيام من الآن، ودعا الأعوان إلى ضبط النفس، وبأن مطالبهم الآن هي قيد الدراسة في وزارة الداخلية، حيث تم تشكيل خلية وزارية تنظر الآن في هذه المطالب التي وصفتها بالمشروعة. فهي لا تنكر هذه المطالب، لكن تنكر طريقة التعبير عن رفع هذه المطالب في الشارع عن طريق مسيرات أو الإضراب عن العمل، لأن هذا الجهاز هو جهاز شبه عسكري نظامي يخضع لضوابط
ضابط شبه عسكرية مثل ما قلت، وهو يقدم خدمة عمومية لمختلف المواطنين من هم رجال الإطفاء ورجال الدفاع المدني وتقديم الخدمة ورجال الإسعاف أيضا. فهذه المطالب ربما سيكون لها صدى اليوم في مجلس الوزراء الذي يترأسه عبد المجيد تبون في هذه الأثناء، وغير بعيد عن مقر المديرية العامة للحماية المدنية حيث يعني تجري هذه الاحتجاجات، ربما لأنه في جدول أعمال مجلس الوزراء هناك عرض ودراسة لمشاريع لوزارة الداخلية، قد يكون مطالب هؤلاء الأعوان الحماية المدنية. نعم الأشغال بالتأكيد سنتابع معك تفاصيل أيضا مع إضراب لأساتذة. نعم إضراب لأساتذة بالتأكيد سنتابع معك مختلف الأطوار تفاصيل هذا الاجتماع الوزاري برئاسة عبد المجيد تبون. شكرا لك حتى اللحظة من الجزائر مراسل الحدث عبد القادر خربوش، شكرا لك.